تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد شكرا شكرا شكرا. إذن أحبائي شكرا ومرحبا بكم في حصتكم مع عمو يزيد. أحبائي في بداية كل حصة نستقبلوا رسائلكم اللي تبعتوهم لنا عبر موقع الانترنت. شكون اللي جبنا رسائل؟ ساعي البريد. دونك نستقبلوا كامل صهيب أصغر ساعي بريد يجبنا البريد تاع أصدقائنا الأطفال. مساء الخير يا أصغر. مساء الخير عمو يزيد. مساء الخير صهيب، واش رايك؟ لاباس؟ لاباس. إذن صهيب يجيبنا الرسائل اللي بعتوهم لنا أصدقائنا عبر موقع الإنترنت ويحطهم لنا في علبة البريد. تفضل تفضل صهيب، باش من بعد عمو يزيد يقرأ البريد نتاعكم في هذه الحصة. إذن أحبائي ما عليكم إلا توجهوا لموقع الإنترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. برافو 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 برافو. مع السلامة يا أطفال. شكرا شكرا صهيب شكرا. أحبائي في هذه الفترة هذه كاين يوم عالمي مهم، هو اليوم العالمي للمسرح. يوم 27 مارس يصادف اليوم العالمي للمسرح. تحبوا المسرح؟ ديروا المسرح في المدرسة وكامل. جميل جميل. إذن المسرح هو فن والمسرح جميل، لازم نشوفوا المسرحيات حتى أنتم يا أطفال مليح كي تمارسوا المسرح وكامل. حبيت اليوم حبيت تكتشفوا معايا حاجة. اليوم في البلاطو هنا في الحصة معانا أطفال، أطفال جاو من الجالية، يعني أطفال ما يسكنوش في الجزائر، هما جزائريين ولكن يسكنوا في الخارج. حبينا نتكلموا معهم شوية. واسمك وليدي؟ اسمي معاد. معاد شحال في عمرك معاد؟ 10 سنين. 10 سنين. وين تسكن معاد؟ في الطليان. في الطليان. واش من مدينة في إيطاليا؟ ميلانو. ميلانو. تعرف شو العربية؟ أنا عارفة. بيان. تشوف البرامج تاعنا وكامل كي تكونوا لهيك؟ هاي برافو 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 برافو. معنا تاني، واسمك؟ جنى. جنى شحال في عمرك؟ 9. 9؟ وبالعربية تعرفيها شحال؟ 9 سنين؟ قولي 9 سنين؟ 9 سنين. 9 سنين. وين تسكني؟ ليون. في ليون؟ في فرنسا؟ إذا جاونا من فرنسا من ليون، هما سيدي جمال متوأمين. واسمك بنتي؟ عدن. عدن شحال في عمرك؟ 9. 9 تاني 9 سنين. وين تسكني؟ ليون. في ليون تاني في فرنسا. إذا مرحبا بكم مرحبا بكم. عندنا تاني أصدقاء زارونا من كندا. من كندا. واسمك وليدي؟ رايان. رايان شحال في عمرك؟ 10 سنين. 10 سنين. الله يبارك الله يبارك. وانت واسمك وليدي؟ غامي. غامي شحال في عمرك غامي؟ وكلاش؟ 5 ans. 5 ans. تاني جيتنا من كندا. برافو برافو برافو. وانت وليدي انت باغي تعرف شويه العربيه. واسمك وليدي؟ راسيم. راسيم شحال في عمرك؟ 12 سنه. وشو اللي عجبك كندا ولا الجزائر؟ ما خير ما عباليش. ما عباليش في زوج يعجبوك. اذا احبائي من خلالكم نوجه تحيه للجاليه الجزائريه المتواجده في ربوع العالم. ربوع العالم على بالكم باللي ناس تهاجر بالمرات، يهاجروا للدراسة ولا للعمل ولا، ولكن يبقى دائما الوطن الأم بلادنا الجزائر اللي نحبوها كامل. وعلى بالي بلي الجالية تاعنا كلها تحب الوطن وتحب الجزائر ونتمنى لهم النجاح إن شاء الله. حبيت تاني نهضر مع هاد العرسان هادو. واسمك بنتي؟ هاجر. هاجر شحال في عمرك هاجر؟ 7. 7 أيام؟ 7 سنين. 7 واش انت؟ 7 سنين. 7 سنين. الله يبارك. وين تسكني بنتي؟ في بليدة. في بليدة مدينة الورود. وما جبتيناش الورد معاك. ما جبتناش الورد شفتو. واسمك بنتي الشاطرة؟ صفاء. واسمك صفاء؟ ايه. شحال في عمرك صفاء؟ 9 سنين. 9 سنين. وين تسكني بنتي؟ في بوسماعيل. في بوسماعيل ولاية تيبازا. اليوم كاع الولايات راهم معنا هنا. إذا أحبائي
مرحبا بكم، مرحبا بكم. واش رايكم قبل ما نبداو ونطرحها لكم لغز؟ تحبوا الالغاز؟ لغز اليوم يقول: ما هي حاسة الشم عند الثعبان؟ معليش نقولوها قولوها باللغة الفرنسية لأنه معنا أطفال من الجالية باش نعطوهم نفس الحدود. يا أخي معليش، كالي لو سونس دودوغا شي لو سيربون؟ لو سيربون يسون افيك كوا؟ بماذا يشم الثعبان؟ معليش على بالي بلي شاطرين، فكروا لغاية نهاية الحصة، وحنا في هذا الوقت هذا نروحوا مع ندى نكتشفوا عالم من علماء الإسلام اللي هو عباس بن فرناس. إذن تفضلي ندى، تفضلي بنتي، تفضلي. مساء الخير يا أطفال، اليوم سنتحدث عن شخصية عباس بن فرناس. هو عالم مسلم ولد في الأندلس في عهد الدولة الأموية في القرن التاسع الميلادي، وسبب شهرته هو محاولته للطيران، وكان عالما في العديد من المجالات كالرياضيات والفلك وبرع في الموسيقى. قام ابن فرناس بالعديد من الاختراعات الهامة، منها الزجاج الشفاف وقد كان يصنعه من الحجارة والرمل، عدسات تصحيح النظري، وبالتالي كان مخترع النظارات الطبية، قلم الحبر، الساعة المائية، ابتكار تقنية قطع الكريستال. أما تجربته في الطيران فقد استعان بخبرته في الحساب والرياضيات، ودرس حركة الأجنحة وسرعة الرياح، وقفز من مكان مرتفع واستطاع التحليق لمدة من الزمن مبتعداً عن المكان الذي قفز منه، ولكنه أهمل وضع الذيل مما تسبب في سقوطه، وصنف إثر ذلك أول مخترع للطيران، وكان هذا أعظم اختراعاته. وقد قام بصنع العديد من الآلات مثل آلة حساب الزمن، كما أنه عمل على اكتشاف الفوائد العلاجية للنباتات وأهميتها لمقاومة مسببات الأمراض، وعين مشرفاً على طعام الملوك والأسر الحاكمة، فكانوا نادراً ما يمرضون، وإن مرضوا يشرف على علاجهم. واليوم يمتن العلماء لإنجازاته العديدة، ووضع تمثال له في مطار بمدينة بغداد العراقية، ودبن عليها أول طيار عربي، وسمي مطار آخر باسمه، وشيد جسراً باسمه على نهر الوادي الكبير في إسبانيا، وضع عليه تمثال له يحمل جناحين. توفي ابن فرناس في عام 1887. برافو 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 ندى، برافو ندى، برافو ندى. إذن أحبائي، عباس بن فرناس هو أول عربي حاول الطيران. إذن إحنا نعتز بكل علماء الأمة الإسلامية والأمة الجزائرية خاصة. واش رأيكم أحبائي بما أننا في هذه الفترة هذه دخل علينا فصل جميل نحبوه كامل، وفصل الربيع؟ تغنوا معايا أغنية جاءنا الربيع، نقول فيها: جاء الربيع عم السرور، هذه فراشة فوق الزهور. تغنوا كامل معايا، يلا. جاء الربيع عم السرور، هذه فراشة فوق الزهور. جاء الربيع عم السرور، هذه فراشة فوق الزهور. أفضل الفصول الخير في يداه، نطير فرحا لما نراه. أفضل الفصول الخير في يداه، نطير فرحا لما نراه. جاء الربيع عم السرور، هذه فراشة فوق الزهور. جاء الربيع عم السرور، هذه فراشة فوق الزهور. الكل فرح حل الربيع، بحر بهيج يغشى الجميع. الكل فرح حل الربيع، بحر بهيج يغشى الجميع. جاء الربيع عم السرور، هذه فراشة فوق الزهور. جاء الربيع عم السرور، هذه فراشة فوق الزهور. بان الزهر وسط الكروم،
حل الأمل بعد الهموم، بان الزهر وسط الكروم، حل الأمل بعد الهموم. جاء الربيع عم السرور، هذه فراشة فوق الزهور. جاء الربيع عم السرور، هذه فراشة فوق الزهور. جاء الربيع بحلو بها، عاد الزهر وفاح شداه. جاء الربيع بحلو بها، وعاد الزهر وفاح شداه. جاء الربيع عم السرور، هذه فراشة فوق الزهور. جاء الربيع عم السرور، هذه فراشة فوق الزهور. برافو برافو برافو. إذن جاء الربيع عم السرور، هذه فراشة فوق الزهور. أحبائي تحبوا ألعاب الخفة؟ إذن يلا نروحوا نستقبلوا عمو جورجو اللي جانا من مدينة واد سوف، مدينة ألف قبة وقبة. يلا تفضل تفضل عمو جورجو. شكرا 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 عمو جوجو اللي جانا من مدينة واد سوف. إذن أحبائي بعد ألعاب الخفة نروح دركا الفقرة هل تعلم اللي أضفناها في الموسم الرابع. رايحين مع ياسمين نكتشفوا معلومة في فقرة هل تعلم. إذن تحية لياسمين، تحية لياسمين، تحية تحية تحية. تصفيق على ياسمين، خذني بنتي. مساء الخير يا أطفال. هل تعلم أن أول من حاول الطيران هو من أصل عربي واسمه عباس بن فرناس؟ برافو 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 ياسمين، برافو ياسمين. إذن أحبائي كما عرفتنا مقبلة، كما عرفتنا مقبلة ندى، ياسمين أكدت لنا باللي أول من حاول الطيران ومن أصل عربي واسمه عباس بن فرناس، وعنده تماثيل عديدة، عنده تمثال في مطار بغداد، عنده تمثال في إسبانيا، يعني هو عالم جليل، عنده عدة اختراعات، وهو أول من حاول الطيران. أحبائي رايح عمو يزيد دركي يحكي لكم حكاية، هي حكاية الرسالة المهجورة. يلا معايا تعالوا. إذن أحبائي كما وعدتكم مقبلة عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الرسالة المهجورة. واحد النهار كانت واحد العائلة كانوا يحبوا بعضهم بزاف، كان الأب والأم وعنده ولده وعنده بنته، ولكن في يوم من الأيام جاه عرض عمل باش يروح يخدم في الخارج. إذن خلاهم وراح باش يسترزق في الخارج، كان يحبهم بزاف وما يحبوه. لما راح الخارج بدأ يعمل يعمل وبدأ يبعثهم رسائل، بعثهم البرية الأولى الرسالة الأولى حكموها ولادو تلمو كانوا يحبوه، داروا لها باطة تاع القذيفة هكذا وحطوها داخل العلبة هذه وما قراوهاش. فعلش
وبداو عايشين هكذاك. عاود باباهم يزيد يبعث لهم رسائل، بعث لهم رسالة ثانية. وليدو هذاك حكمها هكذا يحضنها، يقول هذه بتاع بابا اللي نحبه كامل، يحطوها في البطة هذيك ما يقراوهاش. جازت الأيام، جازت الأيام، يبعث لهم في الرسائل يحطوها في البطة هذيك وما يقراوهاش، ويفرحوا بها ويخلوها شغل يعتنيوا بها هكذا، تبان لهم حاجة كبيرة ما يقراوهاش. مرت السنين، باباهم خدم في الخارج وكامل، ومن بعد رجع للوطن. رجع للوطن ما كان على باله والو على ولاده، كي لحق هكذا ساب الدار فارغة، ساب وليده برك. قال له واش راك وليدي لاباس؟ قال له وراه يماك. قال له بابا يما مرضت وما كانوش عندنا دراهم باش نداويوها وتوفات، ماتت يما. قال له بصح وليدي في الرسالة الأولى بعثت لكم الدراهم، علاش ما فتحتوهاش؟ إيه قال له بابا والله ما على بالي. قال له احنا ما نبناش هكذا. قال له كان لازم تفتحوا الرسالة الأولى. بعد قال له خوك وين راه؟ قال له خويا فسدت أخلاقه كامل وراه يمشي مع أصدقاء السوء وفسدت كاع الأخلاق تاعو. قال له بصح أنايا في البرية الزوجة في الرسالة الثانية قلت له باش يبعد على أصدقاء السوء، علاش ما قريتوهاش؟ قال له بابا ما قريناهاش، كنا خبوها في واحد الباطة هكذا. قال له أختك وين راهي؟ قال له أختي كي جاها هذاك العريس استشراتك، بعثت لك باش تقول لك بابا هل نتزوج به ولا ما نتزوجش به، وانت كيما رجعت الناس تزوجت به وراهي تعيسه ماش عايشه كاع مليح. قال له يا وليدي بصح في البريه الثالثه قلت لكم باللي اختكم ما لازمش تتزوج بهذاك الانسان لان اخلاقه ماهيش حسنه. عمو يزيد، عمو يزيد، نستخلصوا من الحكايه تاع اليوم انه يجب علينا عدم التماطل واخذ الامور بجديه. برافو برافو، تصفيقه تصفيقه على بوبي، تصفيقه على بوبي. اذا احبائي في الدنيا هذه لا يجب علينا التماطل، ما لازمش تقول خلي الغدوه، لا لا خلي بعد نفتحها، خلي بعد نشوف، خلي بعد ندير الواجب تاعي، لا لا غدوه، لا لا معليش الجماعه ما نديرش الواجب، خلي نديروا العشيه. احبائي يجب اخذ الامور بجديه، لا ريغور اي تري امبورطون دون نوتر في، لازم الانسان يكون جدي وما تخليش العمل تاع اليوم الغدوه، ما لازمش التماطل يا اخي. يلا معايا رجعوا الاماكن تاعكم غوبني ابو بلاص. إذن أحبائي لا يجب علينا التماطل في الحياة، ولازم نأخذ الأمور بجدية، الأمور تأخذ بجدية. لحقنا دركا لواحد الركن نحبو، اون روبريك تاع لي بلاغ، شكون اللي عنده اون بيل بلاغ؟ شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ شكون اللي عنده اون بيل بلاغ؟ نكتة جميلة، تعالي تعالي. أروح. Rappelle nous ton nom. Jenna. Jenna, je suis de Lyon. Oui. De France. Oui. Et de l'Algérie, l'Algérie, في فرنسا. نحيوهم ونحبوهم. Tu as une blague pour nous? Oui. نحكينا. Qu'est-ce qui est un animal? Une énigme. Oui, mais. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce qui est un animal blanc qui se balance d'arbre en arbre? Qu'est-ce qui est qui est un animal blanc qui se balance d'arbre en arbre? Oui. Un animal blanc? Oui. C'est quoi? Un singe en kimono. Un singe en kimono bien. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Tal, arwah, arwah, vous l'avez dit? Tal. Arwah, quoi, trop d'amis? Qu'est-ce que vous l'avez dit? ياسين. محمد ياسين، وين تسكن محمد ياسين؟ في ولاية تيبازا. في تيبازا، الله يبارك. حكينا النكتة تاعك وليدي. واش حبيت تحكي لنا؟ واش حبيت تقول لنا؟ قالك واحد النهار. ها؟ واحد الطفل قالت له يما روح شري لي خبز، قالها ما نعرفش وين جاي الحانوت. بعد هو قالت له تبع الرجال وين يروحوا، بعد هو تبعهم راحوا جامع، هو كان يصلي هو غير قال امين، قالوا اني هنا اعطيني زيت خبزات. هو اسمه امين هو. الله يبارك الله يبارك. تعالي بنتي روحي روحي. واسمك؟ رانيا. رانيا، وين تسكني رانيا؟ لوساندي. لوساندي، الله يبارك بنتي. احكي لنا النكته تاعك بنتي. عندي أنشودة. يلا.
مدرسة الحبيبة من منزلي قريبة، أبوابها مرتفعة أقسامها متسعة، أحببتها من قلبي لأن فيها صاحبي، أغدو بها طبيبا أو كاتبا أديبا. برافو 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 بنتي، برافو 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 برافو. تعال تعال أروح الشطرة، تعال روحي أقعدي بنتي. واسمك بنتي؟ خضر أميمة. أميمة، وين تسكني أميمة؟ في القبة. في القبة، خيار الناس. احكي لنا بنتي، واش حبيتي تقولي يا عمو يزيد؟ ها؟ أبي سيدي. أبي سيدي، قولي هنا. أبي سيدي أمجي إنشي جي كي أمنا نبي إيجيس سيوبي تابيو إك آيانسي. برافو 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 برافو. احبائي لحقنا دركا الركن انا نحبه بزاف، هو ركن الرسائل، وين عمو يزيد يقرا فاليغ لي لاتر كون غوسوا دو نو زامي اترافير لو سيت انترنت عمو يزيد.com. بوبي شوفي لك كاين رسائل تاع اصدقائنا الاطفال، راح نقراوهم اليوم. وانتم يا احبائي الاطفال اذا حبيتوا عمو يزيد يقرا الرسائل تاعكم، ما عليكم الا توجهوا الموقع على الانترنت عمو يزيد بون كوم. شكرا بوبي، تحيه لبوبي، تحيه تحيه لبوبي، تحيه. الرساله الاولى، حنك ضياء الدين 11 سنه من مدينه برج البحري الجزائر العاصمه، قال لكم انا احب هذه الحصه وخاصه اخوتي الصغار وننتظرها بفارغ الصبر، وننتظر كذلك ردكم لاننا قد سجلنا فيها وشكرا. إذن ضياء الدين حنك، أنت وخوتك إن شاء الله نستضيفكم عن قريب. الرسالة الموالية، دالي أميرة بنت إسماعيل 24 سنة من عين فكرون ولاية أم البواقي، سلام عمو يزيد، أنا أحب الحصة ويحبها ابني عمره سنتين، وعدته بالاشتراك لما يكبر إن شاء الله بالتوفيق. إذن إسماعيل إن شاء الله نستقبلوك في الحصة، وسلامنا لكل سكان مدينة عين فكرون. إذن كذلك زبيري تقوى 6 سنوات مدينة سيدي بلعباس، قد كم السلام عليكم عمو يزيد، أنا تقوى زبيري وأرغب في حضور الحصة مع الأطفال، أرجوكم لبوا لي رغبتي يا عمو يزيد وشكرا جزيلا. إذن زبيري تقوى بنتي راح نكلموك في أقرب وقت باش تحضري معنا بالحصة. الرسالة الموالية، كيفان ملك من مدينة خميستي ولاية تسمسيلت، تحياتنا لكل الناس تسمسيلت، قلت لكم أحبكم كثيرا وأتمنى لكم حظ طيب، لك يا عمو يزيد ولكل الطاقم وألف شكر وتقدير. شكرا شكرا كيفان ملك 6 سنوات مدينة خميستي ولاية تسمسيلت، كذلك عمو يزيد يحبكم يحبكم يحبكم. الرسالة الموالية، شرابي نور اليقين في عمرها 2 عام، هذه نظن يماها ولا باباها اللي كتبوا الرسالة، مدينة باب الزوار من الجزائر العاصمة، قالت لكم ابنتي الصغيرة عمرها 2 عام وتحبك كثيرا وتفرح عند مشاهدتك. إذا نور اليقين شرابي بنتي، تحياتي لك ولوالديك، وإن شاء الله كي تكبري نستضيفوك هنا في الحصة. لحقنا دركا للجواب عن اللغز، اوني اغيفي على ريبونس الينيغم، شكون اللي يعرف لا ريبونس الينيغم؟ الجواب قلنا، ما هي حاسه الشم عند الثعبان؟ كالي لو سونس دو دوغا شي لو سيربون؟ تعالي روحي روحي بنتي روحي، عاودي قولي لهم اسمك. اسمي بلادين عدن. من جيتي؟ اليوم. من اليوم من فرنسا. oui. سي كوا لو دوغا شي لو سيربون؟ سي لا لونغ. لا لونغ، اللسان، عرفتوها كامل شاطر، عرفتوهاش؟ هو اللسان، دونك سي لا لونغ، بلسانو هكذا دائما يشم بها، ما عندوش حاسه الشم، إن با دو دوغا لو سيربون. يا اخي اقعدي هنا، اعطيني الهديه تاعها. اذا اذن شيبس مهبول طوفخ سبو كادو، ان شاء الله تستفادي به بنتي بالعربية، هكذاك باش المرة الجاية هذه اللعبة بالعربية اللي راح نعطيوها لك اليوم باش
تعلمي مليح العربيه يا اخي بنتي. علي برافو برافو، تفيق عليها تفيق عليها تفيق عليها. احبائي في كل حصه نستضيف طفل ولا طفله باش يحتفل بعيد ميلاده معنا. اليوم عندنا عيد ميلاد طلحه راهف 4 سنوات من البليده. تعالي بنتي تعالي وراهي راهف، تعالي تعالي بنتي روحي روحي راهف. اذا راهف راهف اليوم راح نحتفلوا بعيد ميلادها، حنا نغنوا لها عيد ميلادك احلى عيد، واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالها. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهل نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعو له واصحابه يباركوا له، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو. اذا راهف عمو يزيد يشعل لك الشمعه، عبالكم يا احبائي الاطفال ما لازمش انتم اللي تشعلوا، ما تمسوش كاع النار، لازم واحد كبير اللي يشعل الشمعه يا اخي. اذا تحسبوا معايا الراهف 4 3 2 1. برافو طفينا الشمعه راهف، يلا 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 طفي 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 زيدي. برافو برافو برافو. اوه زيدي زيدي وحده زيدي زيدي. اوه برافو 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 برافو. اذا راهف بنتي طلحه راهف عمو يزيد يعطيك هذه الشهاده، هذه هي شهاده انجاح تصوير حصه مع عمو يزيد، وانتم كذلك يا اطفال كل واحد فيكم راح يتلقى شهاده كما هذه، ياخذها كذكرى يحتفظ بها لمشاركته في حصه مع عمو يزيد. وكما وعدناك راهف بنتي، رامي راعي برنامج مع عمو يزيد يعطيك هدية عيد ميلادك تحتفظي بها، وإن شاء الله بنتي تستفادي بها. وأنا نبقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل على قناتكم الشروق تي في في نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال، سلام نحبكم. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.
لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. نسخينا في السيت باغ انترنت تاع عمو يزيد بعثنا لهم دو ميساج والحمد لله هاد الخطره عيطونا. جيت من بالكور ماركتني ماما في حصه تاع عمو يزيد وني فرحانه كي قبلوني ورانا عندهم عيطونا وكثر خيرهم ويعطيكم الصحه. قالوا هلموا الينا نضموا مع عمو يزيد.